التركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة، هو افتراء على الجزائر. أولا الجزائر عندها ثقة في أبنائها أغلبهم، لما نقولش الكل. ثانيا لما نشوف الزخم نتاع الجرائد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ماهيش موجودة في مكان آخر، ما عدا الدول ربما الراقية. صعب باش تتكلم على هذه المؤسسات اللي تعطي نفسها حجم دولي. ريبورتير سون فرونتيير تبقى مهما كان الحال ان جي، ماهيش تصنيف اللي لازم نخضع عليه يعني ناخذه بالحسبان، هو التصنيف تاع الامم المتحده، مؤسسات الامم المتحده. التصنيف تاع لي زوان جي اولا التصنيف تاع الناس اللي خلقوا هاد لوان جي، الناس اللي يسيروا هاد لوان جي واللي يوجهوا لوان جي. ابدا ما تغيرنا بالنسبه لسوريا، وسوريا عمرها ما تغيرت بالنسبه لنا. احنا الشيء اللي نقوموا به قوموا به على اساس ان سوريا عضو مؤسس للجامعه العربيه، تعزلها ولا ما تعزلهاش، ما تنحي لهاش الحقوق تاعها، قداش تمحيها. احنا ما غيرنا والو، احنا كما كان امس واليوم. الهبه اللي هبت الجزائر لمساعده شقيق مضرب الزلزال كانت هبه يعني من القلب، ما فيها لا حسابات سياسيه ولا الباقي. فيه نظام دولي فارض نفسه على 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 الضعيف قبل القوي. نتمنى ان شاء الله باش الامور تتغير، باش الرؤيه العربيه تعاود تتغير، وهذا التشرذم اللي رانا فيه اليوم يعاود يرجع قوه ويرجع نظام عربي. احنا قلناها مرارا وقلتها في ايام اجتماع الجامعه العربيه، من المفروض نامن احنا اول من يامن بقوتنا.